مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي. موضوعنا اليوم هو التربية الجنسية عند الطفل. يبدأ الطفل في اكتشاف جسده في وقت مبكر، وكذلك في طرح الأسئلة التي يجد الوالدان صعوبة وحرج في الإجابة عنها. ويؤكد الأطباء أن اكتشاف الطفل لأعضائه التناسلية أمر طبيعي يحدث ما بين 3 و6 سنوات أو قبل ذلك، كما أن هذا الاكتشاف له دور مهم في نمو الطفل وتعرفه على جسمه. لكن في كثير من الحالات الكبار يحسوا بالتوتر والحرج في التعامل مع هذه المواقف. كيف تكون التربية الجنسية عند الأطفال، وما هي الحدود التي يجب عدم تجاوزها لنقدم لأطفالنا تربية تناسب سنهم؟ للإجابة عن هذا السؤال والكثير من التساؤلات بخصوص هذا الموضوع، يسعدني أن أستضيف الأستاذة فتيحة ملول، أخصائية في الاستشارة التربوية والأسرية. مرحبا بك معنا. مرحبا لله صفية. معي كذلك الدكتور خالد فتحي، انتما استاذ في كليه الطب في الرباط وطبيب ديال النساء والتوليد. مرحبا بك معنا. مرحبا وشكرا جزيلا على الاستضافه. اذا قبل ما نبداو غنبقاو مع هذا التقرير الزميل اسامه عكراوي حول الاسس والمبادئ الاساسيه للتربيه الجنسيه عند الطفل. تعتبر تربية الأبناء تربية سليمة غاية كل أبوين يطمحان إلى أن يسلك أولادهما وبناتهما الطريق الصائبة لتشكيل أجيال واعية بما لها وما عليها، تعرف الخطأ فتبتعد عنه وتدرك الصواب فتسعى إليه. ولعل التربية الجنسية من أهم ما يجب تلقينه للأبناء وهم صغار أو في مرحلة المراهقة، غير أن التربية الجنسية لها شروطها وآدابها وضوابطها التي تتطلب من الوالدين الكثير من الحكمة والتروي، حيث ما زال المجتمع يعاني من نقص الاهتمام بموضوع التربية الجنسية للأطفال. هناك من يذهب إلى كون التربية الجنسية للطفل تبدأ منذ ولادته، كيف ذلك؟ قد يتساءل البعض، والإجابة عن هذا السؤال تأتي من خلال الأم التي تربي طفلها منذ يومه الأول على أن جسده له خصوصية. وتبقى مشكلة أغلب الآباء أنهم يعاملون أطفالهم على أنهم صغار لا يفهمون، فيجارونهم ولا يدركون أن مثل هذا التهاون قد تنتج عنه مشاكل نفسية كبيرة. وتجاوز هذه المشكلة رهين بمدى تحمل كل واحد من الآباء والأمهات وسائر المتدخلين مسؤوليته على أحسن وجه للحفاظ على صحة الأبناء الجسدية والنفسية. إذا تابعنا في تقرير المبادئ الأساسية للتربية الجنسية وكيفاش كتبدا. قبل ذلك نبدأ معك دكتور خالد فتحي، ما هي التربية الجنسية عند الطفل؟ التربية الجنسية للطفل هي موضوع هام وجد حساس، وينبغي أن يكون على رأس الموضوعات الخاصة بمراحل تربية الأطفال. في حالة غياب التربية الجنسية تكون هناك أخطاء قاتلة ويكون هناك تأثيرات سلبية على مستقبل الطفل وعلى الأسرة التي سيكونها في المستقبل. كتعريف يمكنني أن أقول أن التربية الجنسية هي عملية تروم تزويد الطفل بمعارف ومهارات ومعلومات وفق منهجية تربوية وعلمية مدروسة ودقيقة يعدها مختصون في هذا المجال. تؤدي هذه العملية إلى تكوين ميول جنسي لدى هذا الطفل، يتبلور عنه توجه جنسي معين يؤدي في النهاية إلى سلوك جنسي ينبغي ألا يناقض قيم وهوية المجتمع الذي يعيش فيه. وبالتالي يمكن القول أن أهداف التربية الجنسية هي أن نمكن الطفل من معرفة خريطة جسده والتعرف على التقلبات الجسدية والفيزيولوجية التي يمكن أن يتعرض لها في كل مراحل عمره، كذلك نعلمه كيف يحمي نفسه من الإيذاء الجنسي، نؤهله نفسيا للنجاح في المستقبل في تكوين أسرة في الوقت المناسب يبنيها على أساس حياة جنسية سليمة. كذلك تروم هذه التربية الجنسية حمايته من الأمراض المتنقلة جنسيا و
تأمينه ضد المضاعفات المترتبة عن الجنس المنفلت المتحرر من القيم الدينية والأخلاقية، على سبيل المثال الحمل غير الشرعي بالنسبة للفتاة، الاغتصاب، الشذوذ أو المثلية الجنسية، كذلك الإجهاض سواء كان إجهاضا آمنا أو غير آمن. إذن هي في النهاية تهدف هذه التربية إلى المحافظة على القدرات الإنجابية والتوالدية والوجدانية للطفل في المستقبل. ويمكن القول نزيد واحد أن الجنس له ثلاثة أهداف الآن. الهدف الأول هو أنه هو التلاقح والتناسل والإنجاب ولاستمرار النوع البشري. الهدف الثاني هو التواصل والخطاب مع الشريك الجنسي، أي بين الزوج والزوجة في منظومتنا القيمية، والاستمتاع بمباهج الحياة والإشباع، وبالتالي يؤدي. طيب دكتور إلا سمحتي لي، أعطيتنا يعني تعريف يعني شامل وكامل، لكن باش ما نخلعوش العائلات المغربية ربما اللي كتابعنا، وقتاش غتبدا هذه التربية الجنسية عند الطفل في أي سن؟ ألوغ ما غنكونش كنبالغ إلا قلت لك أن هذه التربية الجنسية عند الطفل ممكن تبدا من النهار الأول. من الولادة. من الولادة. علاش؟ لأن حنا وحنا غاديين معاه كنربيو على شي حاجة سميتها الخصوصية. إمتاش كتبدا؟ زعما أفغيديغ واحد الحاجة كتبدا من اللي خصنا نربيو الأم بعدا، هي واش هي واجدة أنها تربي لنا ذاك الولد تربية جنسية؟ علاش؟ واش هي واجدة عارفة كيفاش تتعامل مع الأعضاء ديال ولدها، كيفاش تهضر معها أو بنتها، كيفاش توصل له المعلومة، كيفاش توصل له ذاك التوجيه في الحياة ديالو الجنسية، لأنها هي أساس كل الحياتات المقبلة. لأن لا غنقولوا التربية الجنسية راه بحال لا كنقولوا التربية المادية المعنوية الجسدية المالية، مجموعة التربيات. غير فقط حنا نتحرج عندما نقول تربية جنسية لأننا نتحرج من كلمة جنس. هذه الكلمة لو بدلناها بالتربية الحياتية أو بالتربية يعني شي مصطلح هكا قريب كان ممكن أن تعطينا نقراوها، ممكن حتى نقراوها وتدرس. ملي كنقولوا جنسية بالحمولة اللي عندنا حنا والمخيال الشعبي ديالنا في هذيك الجنسية، هنا فين كيبقى الإشكال؟ ألوغ الوليد ولا البنيته ملي كيبدا يدير هذيك عام ونص، هنا فين خصنا نهضروا؟ هنا وانت كتبدل ليه فليكوش من ليكوش، هذيك كثره ان اشاك فوا تغسل ليها اشاك فوا ذاك كثره لي في خطمه، لا، باش ما يكونش واحد الاستثاره وهو باقي صغير، لانه من بعد غادي يبغي يكتشف. ملي نبدل ليكوش كنبدل ليكوش، هي عمليه كنبدل ليكوش وانا مثلا جديه معاه ولا كنضحك معاه في شي حاجه اخرى، ماشي في الاعضاء ديالو، ماشي ما كنضحكش انا على ديك لي بارتي. عاوتاني وانا كنبدل ليكوش صافي بدلتهم حياتهم بدون ما انني نقول ليه مثلا واش هذه ولا هذه ولا، بحال ما تخليهش يكره واحد الجانب من الجسد ديالو. هنا هذا الوليد من كنقولوا من عام ونص عامين وحنا غاديين، واحد شويه هذيك الخصوصيه ملي كنبقاو نهضروا عليها سيغتو مثلا بالنسبه للبنيته، ما غنلبسهاش لبس غيوار وكسيوه صغيور. حنا كنحماقوا على وليداتنا نشوفوهم بارفوا لابسين حويجات صغيورين وكيعجبونا، لا، هنا واحد الحاجه سيغتو لي بارتي الدخلانيين، وواحد الوقت بقى يقول لك علاش هاد لي بارتي الدخلانيين دائما مغطينهم؟ اكوا بون، انا خصني نشوفهم ملي كيبدا في عمليه الاستكشاف، هذوك لي بارتي دائما كنغطيوهم. وانا ملي كنكون كنهضر معاه انت ولدي انا صافي غادي نلبسها، حتى واحد هاد لابارتي حتى واحد ما يقيسك، ما كاينش هو دخل الحمام غادي تجي عمته خالته مثلا المراه اللي كتعاونك في الدار، ما كاينش خوه اخته ابدا، الام هي المسؤوله على الغسيل ولا با في واحد الحاله. وملي نكون كنغسل ليه مثلا لوليدها هو كيغسل، هذوك لي بارتي الحميميين كنلبسوا عليهم، كنلبسو وكنغسلو في لوكوغ، ولكن ما كاينش شي واحد يقيس ليها لوكوغ. دابا الوليد سيغتو حاليا ولا كيمشي للروض من اتخوازون، لا هذا كيمشي وكاين تقبل، ولكن ملي كيبدا يعرف لا ماتخاس، انا ممكن كاع تقول له مثلا غادي تمشي لتواليت تعلميه هو يسد السنيسله ديالو، تسد حويجاتها، هذا الشيء خصو يؤهل من البيت. وتعلموا واحد الحاجة، هناك ما يسمى بالحوار، هناك ما يسمى بالبوح، إلا وقعت لك شي حاجة أجي ولدي قول لي عندك يقيسك شي حد كيف ما كان. كنقولوا له مثلا سمع كلام الكبير، الشيفور راه كبير، الشيفور داخل مؤسسة أو داخل بيت أو فين ما كان، كنسمع كلامه فيما يخص أنه شيفور، طلع نزل من الطوبيس أو طلع نزل مثلا من الكارد ليكول أو طلع نزل مثلا من السيارة، شي حاجة أخرى ما كنسمعش كلامه، كنسمع كلام الكبير كمدسان أو كأستاذ، نظرا لما شفنا ما كنشوفوه الآن في مواقع التواصل، حتى كأستاذ كنسمع كلامه، إيه كبير،
الله يعطيك الرضا ولدي، برافو عليك. مي امتاش انا كنسمع كلامك في داك الشيء اللي كيخص الاستاذ فيما يخص الاستاذه، فيما يخص انه سوف يدرسني او يعلمني شيء معين. طيب هذا يمكن موضوع اخر مرتبط بالتحرش الى غير ذلك. حنا نبقاو في هذه التربيه الجنسيه. نعم. الاكيد ان الاطفال كيختلفوا، كل واحد عنده شخصيته، كل واحد وتربيته. الاباء والامهات واعيين بهذه المسائل وتيقوموا بها ربما في شكل يومي، لكن كيواجهوا صعوبات في هذا الاطار وما كيكونش التزام من الاطفال. علاش دابا ولات التربيه الجنسيه امر ملح في هذا العصر هذا ديال الانفتاح التكنولوجي وديال الانفتاح الثقافي؟ اولا انا بغيت نزيد واحد الاضافه للاستاذه فيما يخص مثلا نبدا يعني التربيه الجنسيه، واغلب المختصين يقولون بان نبدا التربيه الجنسيه منذ لحظه الولاده، ولكن انا كطبيب لامراض النساء والولاده أعتقد بأن التربية الجنسية تبدأ خلال مرحلة الحمل، لأنه في منتصف الحمل غالبا ما تسألك المرأة الحامل هل لديها ذكر أو أنثى، وبالتالي فإن نفسيتها حسب سياقها العائلي تتغير حسب نوعية جنس المولود الذي يوجد داخل رحمها. كما نعرف أن مزاج الأم خلال الحمل له تأثير على هذا الجنين، والعائلات المغربية الأم والأب يستعدون بشكل مختلف لاستقبال يعني المولود الجديد، لا من حيث الألوان ولا من حيث الهدايا التي يستقبلونها. لماذا التربية الجنسية هي الآن ضرورية؟ هي أصبحت يعني أولا هي موضوع يعني سجالي وموضوع مثير للجدل في المجتمع المغربي والمجتمعات العربية الإسلامية، نظرا لأن كاين هناك من يربطها بالعيب والحرام، كاين هناك من يعتبرها انها عباره عن غزو استعماري جديد، كان هناك من يعتبرها ان هي نشر للاباحيه لدى التلاميذ، ولكن الان التربيه الجنسيه هي اصبحت تفرض نفسها. لماذا؟ لازدياد حالات التحرش الجنسي. الارقام هي مرعبه، وكل يوم يعني نسمع عن حالات للتحرش الجنسي وللاغتصاب الجنسي. كل شيء ولا موثق ويتداول في مواقع التواصل بالصوره والصوت. ولاننا نلاحظ الان ان حتى الثقافه الجنسيه عند الكبار هي ثقافه جنسيه ناقصه، وبالتالي نفهم انه ينبغي تدارك هذا النقص عند اطفالنا لكي لا نعيد انتاج نفس المجتمع. والتربيه الجنسيه هي دائما موجوده، لأنه حتى إذا اعتقدت السيدة أو اعتقد الأب أنه لا يقوم بتربية جنسية، فالحقيقة أنه يقدم تربية جنسية ولكن بشكل خاطئ وبشكل مغلوط. التربية كيف الجنسية ذلك؟ يعني يتصرف بطريقة خاطئة في الرد مثلا على الأطفال، يتصرف بطريقة خاطئة، ربما لا يجيب على الأسئلة الفضولية للأطفال باعتبار أن السن لا تسمح بمناقشة مثل هذه الأمور التي ينبغي أن تكون مقتصرة على الكبار. عندما يتركه لحاله فإنه يعطي الفرصة للغرباء لكي يقوموا بتربية طفله جنسيا، إما سيربى جنسيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وإما سيأخذ يعني معلوماته عن قرنائه أو من مصادر ربما لا يستطيع الآباء التحكم فيها. إذن التربية الجنسية هي أصبحت ضرورية، هي علم له أدواته المعرفية، له مناهج علم قائم الذات، ولكن ينبغي أن نشير أن هذا العلم لا هو ليس من العلوم الحقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن مثلا استيراده بحذافيره من تجارب الدول الأخرى، ربما المنهجية واحدة ولكن المحتوى هو مختلف، لكل مجتمع تربيته الجنسية التي تلائمه. لكن كيبقى أن مبادئ أساسية يتم احترامها، اختلفت الديانات، احنا ما كنتهمو حتى شي ثقافة أخرى، يعني كيبقى الاحترام وكيبقى القيم ديال الحقوق الإنسانية كونية وإنسانية في هذا الموضوع حتى هو كتحضر بشكل جدي.
هنا نمشيو المواقف ملموسه ربما كيفاش يتعاملوا الاباء مع الطفل ديالهم فاش كيبدا يتعرف على الجسم ديالو والاعضاء ديالو. واخا غير واحد الكلمه اللي كان قال الاستاذ تركيز على الالوان، حنا في التربيه الجنسيه ديالنا كنركزوا على شي حاجه سميتها الهويه، كنجيبوا حق هذاك الزرق للولد والغوز للبنت وهذا، هذه حوايج هي مزيانه. حنا غادي ندخلوا للتعامل مع الاعضاء وفي نفس الوقت نركزوا على هذه التربيه الجنسيه. الحاجه اللي كتعطيها لنا هو انك واحد فيها جانب معنوي اللي هو انا الهويه الجنسيه ديالي اشنا هي، مثلا انا بنت او ولد، باش ما نطيحوش في المثليه، باش ما نطيحوش حق انا عندي 30 عام وكنحس انني في جسد انثى، او انا يراني كنجي عندك بنت. هل يمكن الحديث عن هذه الامور يعني في سن مبكره؟ يعني نتحدث هو ما كتحديش عليه، المهنه كتحدي ليه الهويه الجنسيه ديالو. انت بحال ماما، ربي راه خلقنا ذكر وانثى في المجتمع كامل، راه حق شوف راه حتى الحيوانات حتى هي راه الزهور تتلاقح، راه كاين السالب والموجب حتى في الكهرباء، راه حتى الصدافه، راه حتى فهمتي الوغ ربي خلقنا كل واحد خلق عنده خلق له نقولوا المهمه اللي غيقوم بها والشكل ديالو باش مهنا، لان كاين اختلاف الادوار في الحياه، حيت حنا ما تخلقناش عبثا. تصوري لك انت كتهضر مع ولدك بهذا المستوى وكتطلع معاه المستوى ديالو، وربما لا ما عرفتيش مثلا كان شي جواب ولا سؤال وما عرفتيش ليه، ومشيتي كتقول له بلاتي نقراو وبلاتي نشوفوا هذا الكتاب، عاوتاني كتطلعوا له قيمه القرايه وقيمه الكتاب عنده وقيمه البحث. ما يستقيش المعلومه من الخارج كما قال لنا الدكتور، انك ملي كتخلي الولد ياخذ المعلومه مثلا من الاصدقاء او من القرناء او خصوصا الان من الفيديوهات اللي كتشاف، وهي طبعا فيديوهات لا تمت الى الواقع بصله، اللي غادي نشرحوها للطفل كوسي تخيكيك وسي راه شي حوايج اللي ما كاينينش في المجتمع. وباش ننتبهوا يعني كاين فيديوهات موجهه للاطفال وربما كتدوز هذا رسائل وايحاءات جنسيه، يعني وفي الرسوم خطير جدا، حيت الطفل شنو كيدير دابا؟ هو في اطار استقبال وبناء المعلومه، حيت هو راه باقي باغي ياخذ ليستمد المعلومه من الخارج. اذا انا طفل حسي راه ادرك بالحواس، ادرك ما أراه، أدرك ما أسمعه، ما أشمه، ما ألمسه، حيت أنا ما كنعرفش أنك تهضر لي على العمليات العقلية العليا ولا تهضر لي في الفرضيات ولا هذا، راه ما كنعرفهمش. أعطيني شي حوايج كنشوفها، أنا مثلا كنشوف حتى العلاقة بين المرأة والأب، خصنا ما بين ماما، علاش مثلا كتنعسي حدا بابا دائما؟ علاش انا واحد النهار سولني ولدي قال لي شكون كبير واش انا ولا بابا؟ قلت له لا راه بابا، قال لي وعلاش بابا كينعس؟ وهنا حيت قلت له انت راه كبرتي. شتي الوغ هنا خصك تكون موجود مجموعه اسئله، هذه راه بلاصه بابا. يعني طرق باش يعرف الوالدين يجاوبوا على هذه الاسئله كاينين في اليوتيوب، كاينين يعني في الكتب، كاينين لان الا ما قريناش كتبقى تعطي لولدك ثقافه. ملي كتغلطوا في المعلومه، انا كنعطيه معلومه مغلوطه، معلومه منحرفه، اوتوماتيكمون غادي يطلع منحرف، حيت خدا المعلومه. هي شنو كتبدا في المعلومه؟ الا كانت عندي معلومه جيده مستقيمه ساميل الى الاستقامه، كانت عندي معلومه منحرفه اوتوماتيكمون غادي نديفي، لانني في الاول انحرفت لي المعلومه. نرجعوا للسؤال ديالك لاله صفيه اللي هو كيفاش الوليد كيتعامل ملي كيبدا يكتشف الاعضاء ديالو. هي فتره لابد من ان تمر في الطفل، غير انني نعرف هذاك الوليد كيكتشف هو في مرحله الاكتشاف، من حقه. وشي حاجه اللي كتقول له ما ديرهاش ما ديرهاش وكله مرغوب، هو لان غالبا كتكون هذا السلوك ديال الرفض وديال الضرب اولا ديال السب او ديال نعم. الثقافه ديالنا ولات حشومه، عيب ما ديرش، لا هو راه يكتشف، خليه شرحي ليه، ربما تجيب له كتيب، هانتي كتدخلي ثقافه الكتاب وفيه تشريح الاعضاء. انت بحال باباك، هذه راه بحال ماماها، ها هو التشريحات. واحد الحاجه ما نكثروش في الشرح للطفل، إلا سولك مثلا سؤال تقول له مثلا أنت ولدي شنو كتعرف على هذا الموضوع؟ سولك سؤال معين، شوفي واش عنده معلومة صحيحة أو مغلوطة، إلا عنده مغلوطة معلومة مغلوطة وصححوها، كانت عنده معلومة صحيحة وخاصها شوية ديال أنني نأجيستي واحد شوية نقادها ليه المعلومة، ما نعطيهش أنا معلومة بالعقل ديالي أنايا، أشنو عندك أنت؟ كمبدأ كأرضية. هذاك الطفل هو يكتشف، من حقه انه يكتشف، غير الحاجه لاستيوس اللي خصها دير الام، مثلا هو كيقيس هذاك الحوايج، دونك راه عنده واحد نوع من الفراغ، اذا عمري له ذاك الوقيت، ما لقى ما يدير الوليد، ما عطيتيه هوايه، ما علمناه سبور، ما علمناه شحال من حاجه، هذيك البلاصه تيلمون كتقول له لا، هو يستثير نوع من اللذه. هو راه ماشي جنس، ماشي نيبان ايروتيك، غير هو راه ما راه يستثير واحد النوع من فانه يقيس. دونك ملي كيقيس اجا ولدي عطيني واحد الحاجه بلا ما تقول لي حيدي يدك ضرب، لا هذيك اليد اللي كتقيس خصها تشغل،
تشغل برسم، تشغل بالوان، تشغل بكتاب، تشغل بحاجه، نلعبوا كره، نلعبوا فهمتي. وربما التوجيه تقول له هذيك مسائل خصوصيه ما ماشي قدام الناس او لا يعني. طبعا الا كان غيديرها قدام المسائل طبعا الا غيديرها قدام الناس عرفي تما راه كاين فراغ قاتل بالنسبه لذاك الوليد. راجعوا تصرفاتنا، انا قلت مثلا لاستيس نعمر له يده ولكن راجع انا تصرفاتي اونفير ذاك الولد، شحال خليت له ديال الفراغ؟ واش انا كاينه دائما في حياته؟ وبيان هذاك الغياب ديالي كاين اللي كيعوضوا بطريق لعبه، كاين اللي كيعوضوا ان هذوك البلايص، حيت حنا دائما نبحث على شي حاجه سميتها لذه في الحياه ديالنا، سواء في التعامل ديالي معاك، التعامل مع الاخر، التعامل حتى في الجسد ديالي. ويعني بلا ما نحاسبوا الوالدين يقدر يكونوا كيقوموا بدورهم، يكون حضور، ولكن ربما دكتور كيف ما شرنا هي ربما امر طبيعي ان الطفل يبدا يكتشف هذه الاعضاء ديالو، كيفاش نوجهوا هذا التعامل ديالو نحو الافضل ويفهم شنو كيوقع في الجسد ديالو؟ هو الطفل ينبغي ان نركز على ترسيخ ثلاث مفاهيم، المفهوم الاول هو مفهوم الخصوصيه ويبدا منذ لحظه الولاده، لان الطفل يولد على الفطره والفطره هي تقتضي الحياء. ما ان لدينا في القران الكريم قصه سيدنا ادم فلما اكل منها وبدت لهما سوءاتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. آدم وحواء كانا لوحدهما في الجنة وكانا متزوجين ورأيا مع ذلك أنه ينبغي أن يستر أنفسهما. إذن هناك أعضاء حميمية ينبغي أن نعلم الطفل بأن هذه الأعضاء هو الوحيد الذي له الحق في الاطلاع عليها، هي أعضاء سرية، أعضاء يعني خاصة به، هو الوحيد الذي له الحق في ان هو الذي يملك. ولو ان يعني كاينين حالات بعض الاطفال كي يعني كيولفوا العراف في الدار، هذه من الاخطاء. الحاله شنو تعامل الوالدين؟ هذه يكون يعني تعنيف وتيكون توجيه، ولكن هذه من الاخطاء التي تقع فيها بعض السيدات، تعتقد بان هذا الطفل لا زال صغيرا ومن الممكن أن يظل يعني عاريا أمام الأهل وأمام الأقرباء، وبالتالي تعود طفلها الذي تعتقد أنه لا يهتم بمثل هذه الأمور، تعوده على أن جسمه هو مستباح ومستباح ومستباح اللي كان غادي يقيسه واللي كان غادي يشوفه ما كانش لي ليميت. إذن عليها أن تعلم بأن ويكون الصبر، يعني النصيحة هي الصبر، عندما تغير يعني التكرار والصبر، عندما تغير له ملابسه يجب أن تتركه ليرتدي الملابس الداخلية بنفسه، أن تعلمه كيف يغلق عليه باب الحمام، أن غرفة النوم ديال الأبوين لها قدسية، ألا تتحرج من أي سؤال وأن تجيب على قدر السؤال ولا تغرق في التفاصيل. إذن هذا المفهوم الثاني هو يعني مفهوم تأكيد الهوية الجنسية، هو أن يعرف الولد أنه ولد وتعرف البنت أنها بنت، يعرف الولد أنه ولد من خلال الاتحاد مع أبيه، وإذا لم يكن الأب موجودا لسبب طلاق أو شيء من أو سفر أو شيء من هذا القبيل، يمكنه أن يقوم بهذا الدور خاله أو عمه أو شخص قريب من العائلة تتوفر فيه الثقة. كذلك البنت تتعرف على هويتها الأنثوية من خلال الاتحاد مع أمها. إذن ردا على نقطة الأستاذ الدكتور، خاله أو عمه، أما الناس اللي تعرضوا للتحرش في اللي كنشوفوا كإحصائيات راه من خاله أو عمه أو جده أو واحد الحاجة ما كاينش. أنا فريمون جلدي هكا، الناس عندك ولدك شدو انتيا أو شدو انت، ما كاينش عمو خالو، واخا أنا ما كنجرح حتى واحد، ولكن حيت هاد الحالات كاينة واقعة، لأن أغلبية التحرشات تقع من داخل الوسط الأسري الصغير. علاش؟ سير عند عمك، سير عند خالك، نعس حدا هذا، نعس حدا سميتو. كاين حتى حالات من طرف الوالدين يعني باش ما نحاسبوش. إذا كانت من طرف الوالدين غنمشي أنا نعاود لا، واحد الحاجة خصوصا في ظل ما نعيشه الآن في هاد العولمة، وفي ظل ما نعيشه الآن في هاد المخدرات، أفضل ما يعاش حاليا الطفل كيبقى هو الفريسه السهله لاي واحد ما لقاش الاشباع الداخل من برا. وكاين شذوذ، كاين دي بيرفير، هو ما كيعجبو حقا لانه كيهضروا ان الطفل كذا ولا الطفله ولا. نشوفوا غير لا فيديو اللي شفنا مؤخرا على مواقع التواصل، يعني الا كان كاد المعلم ان يكون رسولا ما عرفنا الى اي حد، ولا الاب ولا الام كيقلنا ولا الوغ شنو كي ولا خصني ذاك الولد، واش انا احصره في مجال ضيق؟ إذا هنا كيبقى عندي إشكال، واش نخلي ولدي يخرج لبرا؟ وإلا كان فريسة، وإلا غادي يبقى لداخل، كيفاش غادي ندير تنتعامل أنا وياه؟ إلا غادي يخرج لبرا،
انا راه خصني نهيئوا انه يخرج لبرا. انت راه عندك واحد المناطق حتى واحد ما خص يقيسها، انت راه الجسد ديالك جسد مقدس محرم على الجميع، حتى انا امك او حتى انا باك ما عنديش الحق انني نمشي نطالع على الاجزاء الحميميه منك، حتى ملي كنكونوا كنتحموا انا دائما كناكدها ما يمشيش غادي مع في البينوار ولا هذا معاش، لا 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 بوحدو يتحمم بوحدو. من اي سن يعني كتبدا هذه المساله ديال ملي كيبدا الوليد خص الام تهيئه، ممكن حتى من 4 سنين وانا كنغسل ليه غسلت ليه وهذا عنده المايو ديالو باقي لابسه، غادي نسالي غادي نهبط الخاميه او شي حاجه نقول له غادي تحيد، وانا كنعطيه الارشادات من وراء الخاميه الا كنت انا مو، فما بالك بواحد اخر. لان الان فعلا الان الامر احوج الى ما يكون ان نوقف على هذا الشيء، يجب ان نقف عليه وقفه صارمه. لان حتى واحد الحاجه كنخليو الوليدات بعضياتهم، انا لانني كنهضر من منطق العمل، كنخليو الوليدات بعضياتهم كنقول لا راه مع بنت خالتها او مع ولد خالته مع ولد عمته او مع ولد عمها، كيف واخا يكون الجنس المثلي او يكون مختلف ذكر وانثى ما يتسدش الباب، الباب عليهم وهما كيلعبوا ما يتسدش، كاين عندهم ديك اللعبه الاستكشافيه ديال اجي نلعبوا طبيب اجي نلعبوا هذا اب وام يعني كيبداو الاطفال ذات الايحاءات الجنسيه، هنا كيفاش نتصرفوا في هذه الحاله؟ غادي تشوفي خصك ترد البال، ترد البال كيفاش كيلعبوا، الا كانت شي حاجه تتجاوز نتجاوزها، كانت شي حاجه خصني نوقف عليها نوقف عليها، ولكن ما نكونش لا علاش درتي هذه ونبقى كنغوت بواحد سميتها وبهستيريا لدرجه الطفل غيتخلع مره اخرى، انفو يبغي يعاود ديك اللعبه غيضرق عليك وغيعاودها. واحد يعني ان سلوكك الرافض راه ما غيمنعوش ان الطفل يزولها، ولكن في غياب هو الفطره ديالو انني خصني نشوف داك الشيء اللي كاين. عاوتاني واحد الحاجه، واحد النهار حنا كنا في لو سونتر وجات واحد البنيته ومشات للبيسي ودارت واحد الاغنيه، هذيك البنيته الى 6 سنين دارت هذيك الاغنيه وحق الله العظيم قبيحه بزاف ديك الاغنيه، هي على ديال الاطفال ولكن فيها ايحاءات خطيره وفيها، فسولناها قالت لك بنت خالتها اللي وراتها ليها عندها نفس السن والمدرسه كلها مطليه بهذيك الاغنيه، كلمه مطليه بهذه الاغنيه المدرسه كامله، بمعنى هذيك المدرسه الا فيها غير واحد 200 طفل الوغ دوك 200 طفل غيكونتاميني واحد 300 وواحد 400 وهنا كاين اغاني، اذا خصنا تكون مصاحبه للطفل فين كيدخل؟ في الانترنت ديالو، مع من كيمشي، في الجروب ديالو، في الكليكه. اذا نمشيو استاذه فاتحه الفاصل ونرجعو نكملو هذا الموضوع. مرحبا. نواصلوا اليوم حديثنا على مبادئ التربيه الجنسيه. دكتور خالد فتحي، ركزنا على الام الاسره وعلى الام بشكل كبير في هذا التلقين هذه المبادئ الاساسيه. الان المدرسه شنو دورها، خصوصا بان اطفالنا اليوم كيمشيو المدارس في سن جد مبكره، سواء الحضانه التعليم الاولي، شنو المدرسه يكون دورها هنا في تلقين هذه المبادئ؟ هي التربيه الجنسيه تتوزع على 3 فاعلين، يعني الاسره والحضانة ثم المدرسة ثم المجتمع. هناك من المختصين من يريد أن يدمج هذه التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية. يمكن القول بأن مثلا في المغرب ليس هناك يعني مادة تسمى التربية الجنسية، ولكن هناك يعني عدة عناوين لدروس متفرقة ابتداء من الإعدادي الثاني حتى الباك جوج، يمكن من خلالها أن يتطرق يعني المدرس والأستاذ المغربي بطريقة غير مباشرة للتربية الجنسية، لكن غالبية الأساتذة هم في الحقيقة يهتمون بإتمام المقررات. هناك أولا عدم اقتناع بعض الأساتذة وعدم جاهزية بعض الأساتذة للقيام بهذه التربية الجنسية، خصوصا وأنها ليست مناطة بهم رسميا. كذلك البعض لا يمتلك من الثقافة ما يؤهله للخوض في مثل هذه المواضيع متسلحا بالعلم وبالدين. يعني في نظركم ان الاساتذه حاليا ما يقدروش يعطيو، ماشي في نظري ان خصهم تكوين او لا خصهم، في نظري ان يجب غير تجويد يعني الوضع الحالي. كيف؟ لانه في القران الكريم وفي السيره النبويه هناك اهتمام كبير بالتربيه الجنسيه، وكما نعرف انه الاجيال السابقه كانوا يحفظون القران، يعني في 10 سنوات تتلقى الطفل أنه يحفظ 60 حزب. في القرآن الكريم هناك 3 قصص محورية
قصة سيدنا آدم، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا لوط. الطفل يتشبع بمبادئ التربية الجنسية دون أن يشعر. كذلك في القرآن نجد أن ما هي المنهجية التي ينبغي أن نتبعها في تدريس مبادئ التربية الجنسية، هو أن يكون تدريسا غير مثيرا للغرائز وللشهوات، أن نستعمل يعني الترميز والتلميح عوض التصريح، أن نستعمل يعني أن نعتمد على خيال الطفل ليستكمل المعنى. نرى كيف قصة سيدنا يوسف، كيف أن القرآن يصور يعني مشاهد للتحرش الجنسي دون أي تأثير سلبي على القارئ، ودون أي يعني أي مضاعفات جانبية. إذن التربية الجنسية ينبغي أن توزع على عدة مقررات، وأن تكون هذه الدروس يعني متكاملة فيما بينها، لكي تنتج لنا في الأخير يعني طفلا له تربية جنسية. هناك أيضا مشكل الاختلاط، كاين سؤال كبير، هل يمكن أن نناقش مثل هذه المواضيع في يعني أقسام مختلطة بين الإناث والذكور؟ هل الأستاذ الذكر يبغي أن يدرس لأطفال الذكور؟ والصراحة هنا كنستحضروا يعني المواقف، يعني لما تلقينا هالدروس في المرحلة الابتدائية كان كيكون الضحك هو سيد الموقف، لأن كيكون جنسي. أكيد كنا كنضحكوا. علاش؟ لأن شنو هي الحمولة عندنا بالنسبة للتوالد؟ شنو هي الحمولة عندنا بالنسبة للملي كيقول لنا هذيك الكلمة ديال راه اليوم غادي نقراو على مثلا واش الطهارة والغسل؟ ما كنظنش ما كناش ضحكنا عليهم الطهارة والغسل، مي كانوا عندنا كلمات مبهمة. شنو هو الغسل؟ شنو هو الجنابة؟ شنو هو الاغتسال؟ حتى مثلا من الحيض، من هذا ما فهمناش مثلا الحيض لبنتكم كوا هذاك الحيض باش تبغي تقبل الجسد ديالها وتقبل أنها راه بلغات. هذاك الحيض هو راه طهارة، كينقي الوالدة ديالك، كينقي لك الرحم. علاش؟ حيت باش تقبل واحد الجنين مستقبلا، لأنك سوف تصبحين أما. أش كندير هنا؟ راك نركز على الهوية الجنسية ديال ديك، على أنها هي امرأة سوف تستقبل وسوف غادي هي تعطيني واحد الوليد. وهذاك الحيض ولا راه هو جانب بيولوجي فيك وربي حطو لك لأنه سوف يفيدك مستقبلا. شتي هاد كلمة يفيدك مستقبلا هي اللي ما كانتش عندنا. هاد كلمة كيفاش يعطيونا الحمولة، كما كنقولوا الحمولة اللي عندنا احنا في الدماغ. كما قلت مثلا كلمة حب، كان من الصعب أنك احنا كنا كنقولوا كلمة حب نحمر خجلا في الوقت ديالنا احنا. أما لا قلتي كلمة جنس وكأنك كفرتي. هاد الجيل يعني ما كيحشمش. لانه فعلا كان عنده كل شيء. واش حنا مثلا انوت ايبوك واش كان الانترنت؟ كان سهل الدخول الى. اذا تغيرت مفاهيم الحشومه ربما من بين الاجيال. تقلت مفهوم ديال انك حشومه، هذه ما ديرهاش. كان والله لا على نقولوا انه راه مفهوم قديم ولا، ولكن كانت عنده فوائد. على الاقل كنتي ديك حشومه وهذا كتخليك ما تجرئيش اكثر من اللازم. الان حتى الحوارات اللي كاينه ما بين الاولاد والبنات في الاعداديه، انا ما تنهضرش على في الاعداديه وحتى في الابتدائي، فعلا خطيره جدا، لان جميع الاشياء فقدات الحموله ديالها، لا القيميه لا الاخلاقيه لا نقولوا لا حتى لا الانثى بقات انثى كما يجب، ولا الذكر بقي ذكرا كما يجب. وحنا هذا الشيء راه كنشوفوه دائما على المواقع وفي الشارع قدامنا. ما عرفت شحال كاين ديال الرجال، ولكن شحال كاين من ذكر وشحال كاين من رجل، الله اعلم. من غير لي كوب، من غير المكياج، من غير وهاد قضيه لي كوب والمكياج، راه ممكن الوليد الا كان مربي وسط بنات او كيبغي يقلد اخته كتقول كيقول لها ماما بغيت حتى انا مثلا ندير طلاء الاظافر، يعني نتوجهه ولا دير له دريره تقول ويلي شحال جاب مزيون. لا، طلاء الاظافر ما يديروش، سير انت راجل. لا، واش عمرك باباك شفتي مصبغ طفارو؟ لا، الوغ ما ديروش. ولا البنيته مثلا حتى هي تبغي دير واحد كانت اون كاسكيت ولا هذا، لا بنتي انت راك بنيت اي دير كاسكيت وتمشي تجري وهذا، مي دون تنسى انها امراه، انه انثى في واحد الجانب، خاصها تحافظ على الانوثه ديالها اللي انا ما ولا الاستاذ ولا خاصني نحطها في المناهج الدراسيه وخاصني نقريها. اذا طيب دكتور، هذا الشيء كان ديما حاضر في ثقافتنا، ربما تلقيناه من اساتذتنا تاعنا ومن والدينا، ولكن ربما الظروف تبدلات، كاين انفتاح كما قلنا، كاين هناك يعني ضروره الان لهذه التربيه الجنسيه، لكن كيفاش تردوا على التخوف الان من اننا نوقعوا في الميوعه ونوقعوا في الانحلال الاخلاقي؟ كيفاش ترد على هذه التخوفات؟ هو من خلال حديثي مع بعض الأساتذة يقولون بأن الجنس تطاله يعني تشوهات عميقة لدى التلاميذ بسبب مواقع التواصل الاجتماعي،
وإذا مواقع التواصل الاجتماعي أضحت توفر المعلومات بشكل خاطئ في أغلب الأحيان في سن مبكرة، مما يفرض علينا الآن أن نتدخل بشكل مبكر. ينبغي توعية الأسر بأن التربية الجنسية أو التربية الأسرية هي من صميم الدين الإسلامي، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يتحرج من الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحياة الجنسية سواء للشباب أو للنساء، وهناك أحاديث كثيرة في هذا الإطار. التربية الجنسية تعتمد على الاجتهاد يعني الشخصي للأستاذ في الظروف الحالية. أغلب هي حاجة لدى التلاميذ عندما يسألهم الأستاذ عن العروض والأبحاث التي يودون يعني تهيئها هم. أغلبية الأساتذة يكتشفون بأن المواضيع الجنسية تحظى بالاهتمام، الشدود الجنسي، الحب بين الذكر والأنثى، والعلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة. إذن ما دامت هناك حاجة فمن الواجب أن نتحكم في هذه الحاجة وأن نضبط العملية. بطبيعة الحال يعني المحتوى والمقرر يجب أن يكون متماشيا مع هويتنا، لأنه مثلا في الغرب يعني الهدف هو الحديث عن المتعة الجنسية بوصفها فعلا ماديا بحتا منزوعا عن طابعه الإنساني. هناك في الغرب لا يتحدثون عن الخيار الجنسي، بمعنى أن الطفل لا نتكلم لا عن خياره عن توجهه الجنسي، ونترك ذلك لميولاته، مما سيرفع من احتمالية المثلية الجنسية. هذا يبقى غير مقبول في سياقنا الاجتماعي والثقافي، وبالتالي لا بد أن تسهر على إعداد هذا المثل هذه يعني هذه الدروس نخبة من المختصين في الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والدين كذلك. شكرا لك دكتور خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب وكذلك طبيب نساء وتوليد. شكرا لك الأستاذة فتيحة ملول، استشارية تربوية وأسرية. مشاهدينا بقوا معنا، نتلقوا في الفقرة الثانية من البرنامج. الفقرة الثانية غنتحدثوا على موضوع سمنة البطن عند الطفل، وغنستضيفوا الأستاذة أسماء زريول الأخصائية في التغذية والحمية. مرحبا بك. أهلا. إذن بداية قبل ما نهضروا على سمنة ديال البطن كموضوع أساسي، شنو هي السمنة عند الطفل وقتاش كنتحدثوا على السمنة عند الطفل؟ بالنسبة للسمنة عند الطفل هي كتختلف يعني في الشكل ديال الاكتشاف ديالها ولا ديال التشخيص ديالها مقارنة مع يعني الشخص البالغ. فهو حنا دائما كنتبعوا واحد لاكو واحد الكلوة ولا واحد المخطط مبياني اللي كيعطينا الوزن ديال الطفل في كل تقدم ديال المراحل ديال العمر، لان الطفل الوزن ديالو كيتغير والطول على حسب التغير ديال العمر ديالو وعلى حسب واش ذكر او انثى كذلك كيختلف. اي اكيد. فهاد الاختلافات هذه كتجعلنا نشخصوا السمنه عند الطفل انطلاقا من هذا المبيان اللي مني كنشوفوا انه خرج من واحد المنحنيات معينه، هي اللي كنقولوا راه هاد الطفل هذا راه زايد في الوزن او لا نقص في الوزن او لا راه في التطور ديال الوزن ديالو راه جيد. ومن هنا كنبغي ناكد على الاباء ولا الامهات ولا حتى بالنسبه للاطباء ولا الممرضين انهم دائما يحاولوا ان هذاك المبيان الخاص بالطفل دائما فوق ما ياخذوا الوزن ديال الطفل يحاولوا يسجلوه على هذاك المبيان، لانه هو اللي كيخلينا حنايا نعرفوا كمختصين، وحتى بالنسبه للتطور ديال حتى بالنسبه لبعض الامراض كيخلينا نراقبوا تطور الوزن ديالهم ونعرفوا واش هذاك الزياده في الوزن عنده قابليه وراثيه او لا عنده غير تغذيه اللي خاصها تقاد ولا شنو. اذا هذاك المبيان مهم جدا اننا نراقبوه ونسجلوا تطور الوزن في كل مره.
صراحة هي من المواضيع اللي ما كنتحدثوش عليها قليل ونادرا، وهي ربما صور ديال الاطفال بوزن زائد ربما كيجيو زويونين في هذاك السن ما كنردوش البال ليها. وقتاش نتحدثوا على سمنه ديال البطن عند الطفل؟ السمنه ديال البطن امتى غنتحدثوا عليها؟ ملي كنشوفوا الطفل مثلا الا كان الوزن ديالو كيبان لينا عادي، ولكن يعني البطن منتفخه والوزن ككل هو عادي، فهاد الحاله هذه هنا لازم نفكروا في بعض المشاكل اخرى، مثلا انتفاخات بعض المرات، مشاكل في الجهاز الهضمي، احيانا كيكون مرض السيلياك. ولكن كنشوفوا الوزن، كنشوفوا الطول، كنشوفوا الانتفاخ، وكيكونوا اعراض مصاحبين. امتى غادي نقولوا راه هذيك سمنه؟ ملي كنشوفوا ان الوزن ديال الطفل ربما تيكون عادي، ولكن البطن كيكون منتفخ، ويعني كنشوفوا ان هناك شحوم عند الطفل في هذا الوزن في هذاك السن. وهذه المساله هذه ماشي مساله اللي هي طبيعيه اننا نشوفوا عند الطفل في اقل من 12 سنه دهون وشحوم بحال اللي كنشوفوها عند الشخص البالغ. وهنا في غياب يعني امراض ولا غياب مشاكل في الجهاز الهضمي، هنا كندقوا ناقوس الخطر. أسماء واخدة الأمر بجدية، كتبان لي البطن عند الطفل، أنا كتبان لي ربما مسألة عادية، علاش عندك بهذه الخطورة؟ واش كاين عليها مضاعفات في الكبر؟ واش عندها مضاعفات صحية؟ فعلا، فالجدية منين كتجي؟ الجدية كتجي من إلى استمر الطفل بهذاك الوزن مر 12 سنة. هنا كيكونوا العادات الغذائية ترسخوا عند العادات الغذائية السيئة، ترسخوا عند هذاك الطفل، وكيصعب علينا أننا نحيدوا ليه هذوك العادات الغذائية من بعد، وكيولي عندنا مشروع ديال الطفل اللي هو مريض وطفل اللي مصاب بالسمنة. في حين أننا في هذاك الوقت إلى الأب ولا الأم رد البال أن هناك زيادة في الوزن خصوصا في المحيطة ديال الخصر في هذه اللحظة هذه، وقدروا أنهم يدخلوا تغييرات على التغذية ديال الطفل، على الحركة ديال الطفل، راه بسهولة شديدة كيقدر يرجع للوزن العادي ديالو، علما أنه كيقدر يكون الوزن ديال الطفل ككل زيد واحد شوية، وتيبان لنا هذاك الطفل راه زيد، ولكن التوزيع ديال الدهون عنده جيد، يعني ما عندوش تركز ديال الدهون في البطن، وهذا هو الخطير. فتخيلي معايا أن نحن كنحضروا دائما من إنسان بالغ أن يكون عنده دهون في البطن خصوصا على المدى الطويل، فما بالك بطفل كيبدا حياته ببطن اللي هو مليء بالشحوم. فهذا الشيء كيعطي نتائج يعني من بين الامراض اللي هي يعني بالسهوله بما كان انها تصيبه هو السكري النوع الثاني، واللي يقدر حتى في مرحله المراهقه الا استمر بهذا الشكل هذا انه يتصاب بها. اذا موضوع ناخذوه بكثير من الجديه. نعم. ولكن كيفاش نقنعوا الطفل باتباع حميه؟ الطفل اللي غيبغي ياكل حلويات، اللي غيبغي ياكل دهنيات، واللي هي مهمه للنمو ديالو. اكيد بالنسبه للطفل ما كنهضروش على حميه نهائيا، المصطلح ديال حميه ولا ريجيم ما كينطبقش عليه. فحنايا شنو كنحاولوا نديروا؟ كنصححوا العادات الغذائيه عند هذا الطفل هذا، بحيث اننا كنردوه العادات الغذائيه اللي هي سليمه. ومن الافضل دائما قبل سن 12 سنه الى لحظات الام ولا الاب ان الابن ديالها عنده زياده في الوزن، لازم ان التدخل يكون فوري. بعد 12 سنه كيكون هناك مشكل كبير، لان قبل 12 سنه من السهل انك يعني مش بسهوله، يعني كاين هناك سهوله، لان الطفل الاباء هم اللي كيحددوا ليه اوقات الاكل، اوقات يعني الخروج، اوقات الرياضه وكل شيء. بعد 12 سنه فهي مرحله المراهقه، كيبغي يفرض الوجود ديالو، واحيانا حتى بانه يتبع عادات غذائيه غير جيده. لهذا اول حاجه كنقولوا لهذاك الطفل ان جميع الاغذيه هي اغذيه اللي هي جيده، فقط خصنا ناخذوها بكميات اللي هي مناسبه له. ولازم نفهموه ان خصوصا اذا كان عنده اخوه الوزن ديالهم عادي، لازم نفهموه انهم الحاجيات ديالو ماشي بحال الاخوه ديالو، انه يعني الجسم ديالو ربما تيخزن اكثر باش يتقبل هذاك الفرق بينه وبين الاخر اللي يقدر يكون خوه او الصديق ديالو. بطبيعه الحال دائما ما نعطيوهش كميات ديال الاكل كبيره، دائما نعطيوه اكبر صحن هو يكون ديال الخضار بمختلف اشكالها، وهذا الشيء كيجي بالتعود. كذلك نبعدوا ليه على الاغذيه اللي هي مصنعه، او دائما الا كانت هناك فسح يكون هناك فسح الاماكن فين غادي يتحركوا، فين غتكون حركه.
واحد الدراسه كيدز فيت تكلموا على ان الاطفال اللي كيكون عندهم نشاط بدني ديال واحد ساعه ديال الوقت في اليوم كيكون توزيع ديال الدهون عندهم في الجسم احسن من الاطفال اللي تيكونوا سيدونتير او لما تيتحركوش والحركه ديالهم قليله، خصوصا مع السن ديال 6 سنوات وحتى اقل كيبدا لا سيدونتاريتي ولا الجلوس كيولي مفروض على الطفل لانه خاصو يتابع يعني المدرسه المراجعه النقل المدرسي، فلازم من هذا الشيء كله بالاضافه للتغذيه نلقاو ليه فرصه حتى الخرجات ديالنا خارج المنزل لازم تكون خرجات للمشي للتحرك لزياده النشاط. ما كنتكلموش عاوتاني على بعض المطاعم اللي كيوفروا لينا يعني هي أماكن مغلقة أماكن مغلقة وضيقة لا تكفي الطفل أنه يتحرك، المشي والجري وممارسة الألعاب ديالو في الهواء الطلق هي أحسن ما يمكن يخلي توزيع الدهون جيد. كذلك إلا سمحتي لي صفية واحد المفهوم عندنا تكلمتي على ان الاغلبيه الناس كياخذوا هذاك السمنه بواحد الشكل اللي هو يعني بسيط انه شكل جميل وانه نعم. معليش وكيتهاونوا في هذا الموضوع كيتهاونوا، بل اكثر من هذا هناك بعض العائلات في الوسط ديالهم ان الطفل خاصو يكون الوزن ديالو زايد كيبان عليه الخير ديك الساعه الخير وبين ان الام ديالهم مليه فيه في حين اننا كيبقاو يكافي ولا يعطيو الاكل الغير صحي، وهذه خصنا حنا نقتنعوا بان الاوزان الصحيه هي الاوزان اللي كتبع هذاك الميبيان ماشي داكشي اللي كنشوفوه. طيب من خلال تجربتك واش كتبان لك مؤشرات ديال السمنه الان في وقتنا الحالي عند الاطفال يعني في المغرب؟ فهذه من بين علاش دابا تكلمت هذا كان كيجاوب على السؤال عاوتاني الشق الثاني من الجواب على السؤال علاش خديت الامر بجديه، لانه الان وليت كنشوف مشروع يعني لواحد المجتمع يعني مريض بالسمنه، يمكن هذاك الشيء اللي حدث في بعض الدول بحال الولايات المتحده الامريكيه، فاحنا يعني ماشي غادي ليه 100% ولكن كنشوفوا الان اطفال اللي الاوزان ديالهم كبيره وكثيره واللي ويعني اللي كيزيد الاندهاش هو ان الاب والام كيبان لهم الطفل عادي وكيقول لك لا مازال صغير غنعطيه ياكل غير يعني غنعطيه ياكل ما كاينش هناك حميه، ولكن غادي نصحوا ليه مجموعه من المفاهيم. حيت الطفل لا يكفي انك تقول له راه غادي تمرض، هو ما كيتستوعبش المستقبل، خاصك تشرح له ان الحاجيات ديالو راه مثلا راه هي هذاك الخضار هو اللي هذا الشيء اللي كيحتاج، انه ما كيحتاجش ياكل بزاف، وانه يفرق بين الجوع انه عنده الاحساس بالجوع وبين ذاك الرغبه في الاكل فقط وبين العطش. هاد الشيء اللي غادي نشرحوه للطفل باش نحاولوا نقنعوه انه يعني ياكل بطريقه جيده، وبطبيعه الحال كيف ما كنقولوا دائما نعطيو حنا المثال. شكرا لك اسماء زريول اخصائيه في التغذيه والحميه. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، شكرا للمتابعه، الى اللقاء.